احنا ما عندناش في القانون حاجه اسمها التسئله الجبريه، يعني انا ما اقدرش زي زمان اجي اكتب ب 2 جنيه ويضرب طبعا في الموضوع بقى عرض وطلب دلوقتي، وبالتالي اللي مطحون في النص الغلبان هو اللي شايف هو الغلبان هو الدنيا شويه تيجي على دماغ الغلبان، فاحنا عايزين نشوف الغلبان ده نساعده باي طريقه.